صباح الخير، سنتحدث اليوم في درس حروف تكتب ولا تنطق. طبعا هناك حروف نحن نكتبها لكن لا ننطقها، مثل عندما يعني هناك ألف التفريق، عندما نكتب ألف التفريق لكن ماذا لا ننطقها، وهي التي تأتي بعد واو الجماعة، كما في قال زيد لأبنائه التزموا التعليمات. لاحظوا هنا التزموا، هنا في ماذا؟ في واو جماعة بعدها ألف، هذه التي يعني بالتفرقة بين الواو الأصلية وواو الجماعة. إذا هذه ألف التفريق تكتب ولا تلفظ. الثانية، أولو العلم لهم شأن عظيم. لاحظوا في الثانية عندما قلنا أولو العلم، أولو هذه نحن ماذا؟ نحن نطقنا أولو، يعني الواو التي في الوسط لم ننطق بها، أولو مباشرة من الألف لللام كأنها في ضمة بعد يعني على الهمزة، فنقول أولو. إذا هنا الواو التي في الوسط لا ننطق بها. الثالثة، الطلاب المجتهدون أولئك الذين يواظبون على الدراسة. طيب نحن لو لاحظنا على أولئك، هنا قلنا أولئك لم نقل أولئك، إذا الواو حذفت وهي الواو في وسط الكلمة. الرابعة، عمرو وزيد ذهبا إلى المكتبة. طيب الاسم عمرو هنا حذفت ماذا؟ حذفت الواو، أيضا الواو هنا في عمرو أي في آخر الكلمة. في الجملة التي تليها، فصل الشتاء فصل جميل. طيب فصل الشتاء، لو دققنا على الشتاء لوجدنا ماذا؟ لوجدنا أنها الألف في أو اللام الشمسية تحذف، اللام الشمسية تحذف، فنقول فصل الشتاء، فوصلنا اللام بالشين وحذفنا هي اللام ماذا؟ الشمسية. السادسة، قال سعيد الدرس مفيد فاقرأوه بتمعن. طيب هنا ماذا؟ هنا حذفت، قلنا اللام الشمسية، أيضا حذفت ماذا؟ فاقرأوه، فاقرأوه، هنا فاقرأوه حذفت ماذا؟ همزة الوصل، فاقرأوه، لم نقل فا اقرأوه، قلنا فاقرأوه، إذا حذفت همزة الوصل. إذا هذه هي الحروف التي ماذا؟ التي تكتب ولا تنطق. طبعا هذه الكلمات يعني التي ذكرناها الآن، التي ماذا؟ وضعنا تحتها خط. طيب هناك إذا الحروف التي تكتب ولا تنطق هي أولا ألف التفريق طبعا بعد واو الجماعة، أيضا الواو في بعض الكلمات، أيضا من أيضا اللام الشمسية، وهناك همزة الوصل في وسط ماذا؟ في وسط الكلام. طيب لو أتينا يعني وطبقنا على جمل أخرى فسنقول عين الكلمات التي فيها حروف تكتب ولا تنطق فيما يأتي. واحد، قال خالد احفظوا القصيدة. طيب هنا ما هي يعني ما هو الحرف الذي كتب ولم ينطق من التي أخذناها؟ اللي هو ماذا؟ في احفظوا واو اللي هي ألف التفريق. طيب الثانية، أولو الهمة يحرصون على تأدية واجباتهم المطلوبة. طيب هنا ماذا يعني مر معنا من الكلمات؟ نقول أولو، إذا ما الذي حذف في الواو في وسط الكلمة؟ الثالثة، أولئك اللاعبون ماهرون، أين الحرف الذي حذف من التي أخذناها هنا؟ نقول حرف الواو في وسط الكلمة، نعم في أولئك. الرابعة، قال زيد الثمار ناضجة. طيب هنا ماذا ما هو الحرف الذي لم ننطق به؟ نعم هو اللام الشمسية في الثمار. طيب في الخامسة، قال عمرو أو عمرو قال عمرو لأخيه، ماذا قال له؟ قال عمرو لأخيه خالد الكتاب مفيد فاحرص على قراءته. طيب ما هي يعني الحرف الذي حذف؟
في عمر، نعم. وأيضا هنا هل هناك كمان كلمة نبحث في الجملة؟ فنجد في هنا أيضا فحرس. إذا عمر هنا حذفت الواو آخر كلمة، وهنا أيضا فحرس حذفت الألف في ماذا؟ الألف هل هي همزة الوصل؟ همزة الوصل جاءت هنا ماذا؟ في وسط الكلمة، همزة الوصل. طبعا ها هو الحل، يعني حل السؤال الأول هذا هو. طيب نأتي إلى السؤال الثاني الذي يقول املأ الفراغ فيما يأتي بالكلمة المناسبة مما بين القوسين. هذا سؤال مهم جدا. طيب الأمة بالعلم، هنا يجب أن نفرق بين واو الجماعة وواو الأصلية. طيب كيف نفرق؟ كيف أنا بدي أعرف أنه هذه تدل على واو الجماعة أم هو حرف أصلي؟ طيب نقول يجب إذا أردنا أن نعرف واو الجماعة من الواو الأصلية نحذف الواو، نحذف الواو. فإذا كانت الكلمة أداة المعنى كامل فهي واو جماعة أي زائدة، وإذا حذفنا الواو واختل معنى الجملة يعني لا يصح، هناك شيء ناقص، هناك حرف ناقص، فهو واو أصلية. تمام. طيب عندما أقول في الأولى املأ الفراغ فيما يأتي بالكلمة المناسبة مما بين القوسين، واحد الأمة بالعلم، طيب هناك بين القوسين تسمو، طيب كيف أعرف أنا هل هي واو هذه بدون ألف أم واو مع ألف؟ طيب واو هذه بدون ألف هي واو أصلية، واو مع ألف هي واو الجماعة. طيب أنا كيف أعرف؟ يعني أحذف الواو، أقول تسمو، ما في شيء اسمه تسمو، تسمو أي ترتفع، صحيح؟ إذا هذه واو أصلية، فنقول تسمو الأمة بالعلم، أختار تسمو هذه الأصلية. تمام. طيب الثانية الكتابات من الشعر، طيب تدنو هي أصلها تدنو أم تدنو؟ لا أقول تدنو، لو قلت تدنو هنا ينقصها الحرف، فأقول تدنو الكتابات من الشعر أي تقترب. إذا هنا الواو ماذا؟ واو أصلية. طيب الثالثة ذهب الطلاب إلى المتحف لكنهم لم يعبثوا بشيء فيه، طيب هنا يعبثوا هل هي واو أصلية أم واو جماعة؟ لو قلت يعبث نعم تصح معنى الجملة، فنقول هنا الواو زائدة، فنقول واو هنا واو التفريق، واو الجماعة تحتاج إلى ألف التفريق. طيب التي تليها ذهب الأولاد إلى المكتبة لكي يقرأوا أم يقرأوا، هكذا بدون ألف أم مع ألف؟ طيب لو قلت يقرأ نعم تم معنى الجملة، إذا تحتاج إلى واو جماعة، إذا هذه يقرأ بواو جماعة. تمام. سنحل أيضا تدريبات في الحصة القادمة يعني، وشكرا.